ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف في الاستوديو بروفيسور كريستوف إنجليرت من معهد لايبنيتس لبحوث الشيخوخة. بروفيسور إنجليرت، مرحبا بكم. أول سؤال قد يتبادر إلى الذهن هو لماذا يتقدم الإنسان في العمر؟ قد يبدو السؤال بسيطا، لكن الإجابة عليه صعبة. هناك تصورات مختلفة، منها أن هناك مورثات تسبب تغيرات إيجابية في الشباب وسلبية عند التقدم في العمر، وهذه تؤدي إلى الشيخوخة لدينا نحن البشر. في هذا السياق، هل ترون ضرورة في محاولة الإطالة في عمرنا؟ هذا سؤال شخصي، ولا أجد الأمر بهذه الأهمية. لا أريد المساهمة في إطالة عمر الإنسان. أعتقد أن 120 عاما فترة طويلة جدا لنا نحن البشر، وملء هذه الحياة بما هو مفيد يمثل تحديا كبيرا لنا. الأمر هنا لا يتعلق بأن نعيش 200 عام. نحن نعرف أن الهيدرا حيوان كان موجودا دائما. لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت إلى أن أدركت البحوث العلاقة بين جين فوكس أو وعملية التقدم في العمر؟ أبحاث الشيخوخة راوحت مكانها لفترة طويلة، وفقط قبل 15 أو 20 عاما انطلقت من جديد. نحن الآن قادرون على التعرف على الجزيئات الفردية، وعلم بيولوجيا الجزيئات لا يتجاوز 30 عاما. لذا يمكننا الآن تحديد دور المورثات الفردية في عملية الشيخوخة وتحديد العمر. هذا هو الوضع بالنسبة للهيدرية، وهو مشابه لنا نحن البشر. كما رأينا في التقرير، لا يمكن إيقاف عملية التقدم في العمر، غير أنه من الممكن بواسطة جين الخلود إطالة معدل الأعمار. هل تنشيط جين فوكس أو كاف لتحقيق هذا الهدف؟ لدي إجابتان. قلت مورث الخلود، هذا التوصيف لا ينطبق على المورث. الزملاء في كيل أوضحوا أنه عند تفعيل هذا المورث وعند وجود عدد كبير من هذه المورثات، سيكون لدي عدد أكبر من الخلايا الجذعية، وربما أعيش فترة أطول. لا أحبذ تسمية هذا بالخلود. علينا نحن البشر الانطلاق من أن مورث فوكس أو ومورثات أخرى كثيرة تلعب دورا في عملية الشيخوخة. هذا يعني أنه لا يكفي تفعيل مورث واحد، وإنما علينا أن نتعامل مع العديد من المواضيع الأخرى لإطالة الحياة. بروفيسور إنجليرت، شكرا لكم على هذا الحوار. شكرا.